نديم قطيش، أهلا وسهلا فيك. حضرتك شاركت معنا بحملة بلد عن ضايع. اليوم عم نكتب كلنا مع بعض، إعلاميين، خبراء، أشخاص اشتغلوا كتير على الأرض، جمعيات مثل بيت البركة، مثل يعني جمعيات تانية ما بدي أسمي حدا تما أنسى حدا، اللي اشتغلوا على الأرض بعد 4 آب خاصة، وحتى يعني عملوا دور ولعبوا دور أهم بكتير من دور اللي لعبته بلكي الدولة والحكومة. اليوم حضرتك شاركت معنا وكتبت مقال: لا مستقبل للبنان مع حزب الله وموضوعه. يعني من العنوان عطيتنا الخلاصة. أولا ميشيل، يعطيك ألف عافية على كل شيء عم تعمليه، وبدي هنيك على اللمعة العبقرية تبع بلد عن ضائع، لأن عن جد هو الشعور أنه بلدنا ضايع. أنا أتشكر سامي صعب على اللي هو كتير اللي كتير عجبتني معرفة. كتير عجبتني الحقيقة أنه إيه، يعني كلنا عم، يعني مش كلنا، الأغلبية عم يفتلوا يبرموا حوالين نفس الفكرة من دون ما نسمي الأشياء بأسمائها. طالما البلد خاضع لاحتلال سياسي من قبل ميليشيا حزب الله، ما في حل. نقدر نلاقي كل أنواع، خليني أقول هيك، التسويات والتورية ونسمي الأمور بأسمائها، بس هذا ما بيغير شيء. ودنت يعني الدليل أنه كل محاولات التسوية مع حزب الله، تحديداً اللي قادتها فرنسا فور إكزامبل هلأ بآخر مرحلة، أنتجت حكومة حزب الله بآخر النهار. ولذلك عم تفشل فرنسا بأنها تجذب المملكة العربية السعودية أو لاعبين عرب أساسيين لدعم لبنان، لأنه أي دعم للبنان اليوم شئنا أبينا هو دعم غير مباشر أو مباشر لحزب الله. قلت حضرتك أنه الثورة يعني اليوم اللي عملته هو أنه يكون في حكومة نجيب ميقاتي، ويكون عم كنت عم تحكي أنه يكون عم بيتغدى بالإليزي يعني. بس اليوم ليه كأنه عم تعتبر أنه كأنه ما معناه أنه كأنه هذا فشل للثورة؟ يعني اليوم شو بتعتبر أنه كان فيها تعمل وما عملته؟ لا، أول شيء أنا ما قلت أنه الثورة هي وصلت عن نجيب ميقاتي، عم أقول تغييب الموضوع. يعني حرام، ما فينا نلوم الثورة وما فينا نلوم كل شيء هالشباب اللي عملوه بالشارع وبرات الشارع وعلى السوشيال ميديا. وأنا إذا في شيء واحد بيعتز فيه اليوم بلبنان، بيعتز بهالنخبة الشبابية الجديدة اللي بتذكرنا بحالنا بركي وقت اللي قرر جبران طويني يكسر حلقة الحرب الأهلية بأنه يعمل هايد بارك النهار، هايد بارك نهار الشباب، ويجيب هالناس تحكي وتتفاعل وتتحاور. لا، أنا ما بحمل الثورة المسؤولية، إنما الثورة أخطأت في مكان. لهيك بدي أوضح النقطة، توضح لي هالنقطة لأنه تما تنسهم. إيه؟ لا، الثورة أخطأت الحقيقة، لكون موضوعي كمان، أخطأت بمحل واحد، بحث الدائم عن هيك حالة من النقاء، وكلهم يعني كلهم، ونحن ما بدنا نكون محسوبين على حدا، ونحن مش 14 أدار، ونحن مش كذا، ونحن مش قوات، ونحن مش كتائب. هالهم اللي ركبوه على حالهم تيكونوا هالقد ما بيشبهوا شيء تاني بالبلد، خليهم يغيبوا الموضوع الأساسي اللي هو حزب الله. اليوم في مشكلة فساد، صح، في مشكلة بطريقة التعاطي الاقتصادي، صح، في مشكلة فيها تكون المصارف أحسن، فيها تكون سياسات فؤاد السنيورة أو رفيق الحريري أو نجيب ميقاتي أو مين مكان شكلها مختلف، مضمونة، يناقش اللي بدك إياه. في، أنا ما أقول إنه التجربة الحريرية السياسية هي تجربة، أو حتى ميشيل عون، تما كون عم دافع عن الحريرية السياسية، على كل سيئات ميشيل عون كرئيس جمهورية وكعصب سياسي، أنا رأيي ميشيل عون أسوأ أقل إذا ما في حزب الله يستثمر بسوق ميشيل عون. يعني أسوأ شيء عنا هو أسوأ أقل من دون حزب الله، لأنه هن المنيح بيعملوا عاطل، كيف العاطل؟ فغيبت الثورة النقاش حول موضوع حزب الله، ورجع انفجر الموضوع بعد 4 آب. بس بقيوا وهيدا ما بحملهم هن المسؤولية ميشيل، اللي بتحمل هاي المسؤولية الحقيقة هو، خليني استعمل معلش عبارة ولو فج شوي، العهر تبع 14 أدار اللي تاجروا بمسألة سلاح حزب الله إلى أبعد حد، وعملوا كل التسويات مع حزب الله to the extent إنه الشباب صاروا عاملها خيطة، تعرف شو، تعال لك ما تخبرني حزب الله،
انت اسوأ منه، ما تجيب لي سيرة حزب. إن صاروا بيعتبرين حزب الله كأنه شماعة ومعهم حق يعتبروها، إنما ما لازم ننسى الموضوع الأساسي، السرطان الأساسي في لبنان هو ميليشيا حزب الله. لأنه كمان اعتبروا بلك أنه فترة 14 أذار و8 أذار تحت عنوان هالمعركة صار في كل هالتركيبات اللي وصلتنا اليوم للإفلاس والانهيار يعني طب اليوم كمان بتقول أنه تحرير اللبنانيين من الطبقة السياسية هيدا بلك رومانسية، يعني كلهم يعني كلهم هذا الشعار اليوم تعتبر أنه مستحيل؟ لا، بعتبره رومانسي مش مستحيل، وما بعتبر هن عندهم الأدوات لإله. والدليل إنه لما نمشي بهذا الشعار هيك بشكل رومانسي نوصل على محل إنه طب آخر المجتمع الدولي بيتعاطى مع حدا بلبنان. إذا كلهم عاطلين مين اللي فينا نتكل عليه؟ يعني ما تنسي الثورات العالم العربي معارضة اللي نجحت واللي زمطت واللي لقيت مستقبل هي اللي قدرت أنتجت كومبينيشن بين النظام القديم والشيء الجديد. مصر فور اكزامبل، تونس، هيدي ثورات اللي ما نجحت واللي اختطفت هي الثورات اللي النظام ألغى فيها كل البدائل. يعني إذا نتذكر ببدايات الثورة السورية حصل تفجير ما يسمى الخلية الأمنية بسوريا، ألغي في هذا التفجير كل البدائل عن بشار الأسد، وأصبح العنوان طيب أوكي شو البديل، طيب أوكي شو البديل. نحن بلبنان ألغينا كل البدائل المحتملة والثورة ما عندها قدرة تتحول لبديل سياسي. هون أنا بحذر ميشيل إذا بدك نحكي أكثر عن خطورة الانتخابات المقبلة، بخطورة أنه يوقعوا اللبنانيين بوهم الديمقراطية اللبنانية، لأنه الديمقراطية اللبنانية وهم وفخ لصالح السلطة السياسية. حكيت عن هالفكرة وكنت حطتها يعني كنقطة نتناقش فيها، أنه اليوم هل تعتبر أنه إذا كان في لوائح، يعني اليوم المعارضة إذا أنتجت لوائح موحدة بكل لبنان، ومثل ما كنت عم بتقول أكيد يعني هذا الجو اللي عم ينحكى فيه ما بدهم يكون عندهم أي شخص كان له صلة بالماضي بحزب، حتى في أشخاص بلك مستقلين بس ما بدهم حتى يتحالفوا معهم، قدروا هن يعملوا لوائح بكل لبنان، ما فيها تكون اليوم هذا البديل وننتج طبقة سياسية جديدة، حتى ساعتها المجتمع الدولي بيقدر اليوم يحكي معهم يكونوا هن المعارضة الحقيقية. ميشيل، بكل أمانة أنا ما عندي انطباع أنه الثورة بأداء السياسي الحالي بإمكاناتها المالية وبإمكاناتها الإعلامية والسياسية والتجيشية قادرة فيها تعمل، فيها تختار ترشح 128، تختار تعمل اللي بدها إياه، بس هذا ما بوصل لمحل. لأن الانتخابات تمام نضحك على حالنا ونغرق بوهم هيك طباوي، الانتخابات منا لعبة رأي عام فقط، الانتخابات معادلة مالية وإعلامية وسياسية ومعادلة معقدة جدا. الرأي العام جزء محور من محاورها أو مكون من مكوناتها. ثورة ما عندها هيدي الإمكانية. اللي حيحصل إنه الانتخابات رح تعمل تعديل طفيف بالمشهد الانتخابي العام، حيحصل تبادل بالمقاعد بين العونيين والقوات، حيحصل خروقات برزية هون وهون، إنما خروقات منها أساسية. يعني بركي يخرق وقام وهاب بالشوف، بس مش انه حيطلع حدا من الثورة بالشوف. وبرأيي انه رئيس سعد الحريري بيحافظ على الكتلة السنية الأكبر، عنده 18 بركي بجيب 14 15 إلى ما هنالك. وشيعيا مسكرة، شيعيا 27 نائب إلهي، رح يجوا 27 نائب إلهي، بتنزل ورقة من عند الله على صندوق الاقتراع، يعني ما في. فعمليا ما كثير في تغييرات، حتى التغييرات اللي بدها تحصل هي تمن بتقدر السلطة السياسية تبلعه وتتعامل معه. أنا رأيي هيدا هو الفخ، يجب أن يكون الموضوع اللبناني أنه ما بنعمل انتخابات طالما في سلاح في البلد، منعلق الحياة السياسية، أن يكون الضغط باتجاه تعليق الحياة السياسية وتعليق الحياة الدستورية وعدم منح شرعية لنظام تحكمه ميليشيا بأن ينتحل صفة الديمقراطية وينتحل صفة الانتخابات ويجدد شرعيته كل مره. لانه شو حيحصل بعد نهايه الانتخابات؟ حيقول لك بتعرفي شو، انه وقفوا حكي عن الثوره، هذا حجبكم النيابه، بتحبوا تجوا تعملوا وزيرين بالحكومه مثل الحكومه الحاليه. شو عملوا بالحكومه الحاليه؟ جابوا هن الحكومه وانتحلوا صفه انه هن المنفتحين على المجتمع المدني، جابوا وزيرين
محترمين لانتحال صفاتهم وانتحال نزاهتهم وانتحال شفافيتهم ليبيضوا صفحتهم. هيدا اللي رح يعملوه بالانتخابات النيابية. يجب إعلان لبنان دولة فاشلة وإعلان النظام اللبناني نظام محتل سياسيا غير مسموح له أن يقيم انتخابات مثله مثل نظام الأسد. اليوم نظام الأسد عمل انتخابات، مين معترف فيها؟ ما حدا. يجب عدم الاعتراف بالديمقراطية اللبنانية. هيدا اللوبي اللي بينشغل عليه مع المجتمع الدولي. أما أنه كلهم يعني كلهم ما بنحكي مع حدا وأنت بالزمانات متعشي مع أي وزير وأنت بالزمانات مش سابب أمه لما بعرف أي وزير، هذا ما بوصل على محل. طيب اليوم كمان هن بلكي بيعتبروا أنه جربوا جزء منهم وشفنا النتيجة، يعني بلكي كمان ما لهيك هذا الشيء ما عم بيخليهم أنه لهيك من هون شعار كلهم يعني كلهم. أنا بفهم برجع بقول لك الثورات مش مطلوب منها إلا أن تكون إكستريم، مش مطلوب منها تكون عم تزين بميزان الجوهرجي، بس لما الثورة بدها تتحول للسياسة بدها تبلش تفكر بمنطق مختلف. المصريين ما قالوا إنه السيسي جنرال بالجيش المصري السابق، ولا قالوا إنه جزء من الطبقة السياسية الحالية أو الإعلامية أو هي جزء من النظام ومن نخبة النظام السابق. لو فاتوا وقعوا بهذا الفخ كانت اليوم مصر ضاعت. اليوم مصر الأكثر نمواً بحسب تقرير البنك الدولي بعام جائحة كورونا، مرشحة للمزيد من النمو وعم تعمل مشاريع سوبر فظيعة بكل المستويات، وفي إنقاذ حقيقي في كهرباء 24 ساعة، في حل مشكلة الكهرباء، في حل مشكلة الإرهاب بسيناء، في علاقات وحضور دولي لمصر مختلف تماماً عن السابق. اللي حصل انه في تجسير بين جزء من النظام وجزء من الثوره. جزء من النظام راح الحبس وجزء من الثوره راحت على الاغتراب. منا لان راديكاليه وبدها كل شيء، بدها سويسرا امبارح او بدها. اللبنانيين عم يعملوا نفس الغلطه. الانتخابات فرصه لتجديد شرعيه النظام. انا محل حزب الله امبارح بعمل انتخابات. بس نديم كمان اطرح عليك سؤال اليوم، وقت نقول انه نركز بس على حزب الله، مثلا نحن بالهلا بلد عم ضايع، في طروحات وحلول مثلا ببعض القطاعات ما خاصه بحزب الله، بالقطاع الصحي اليوم اللي هو منهار بلبنان، او قطاع التربوي اليوم يعني بنشوف شو عم بيصير بمدارسنا. طب هول شو لهم علاقة بحزب الله؟ يعني كمان في رأي بيقول، وهون كنت حابة اسمع رأيك، انه طب كمان ما فينا نضل كل نهار نحكي بسلاح حزب الله وحزب الله المشكل وبدنا نوقف كل القطاعات ونوصل على شلل تام يعني. نحن ما وصلنا على هيدا، يعني نحن ما وصلنا على هيدا الانهيار الا بعد تمكن حزب الله من الامساك بالدولة. يعني القطاع التعليمي اذا نرجع 15 سنة لورا كان احسن. إذا نرجع للقطاع حتى القطاع السياحي، حتى القطاع التجاري، حتى قطاع المصارف، اللي حصل بلبنان. بس إذا فيني بس على نقطة ما تكملت تقدر نختم بهالسؤال. بس القطاع اليوم الانهيار الاقتصادي اليوم يعني ما بلشت من اليوم وما خص حزب الله، يعني هذا بيعتبره بالعكس خص حزب الله كتير. إنه هذا تراكم من السياسات الاقتصادية اللي بلشت على أيام يعني I completely disagree. Okay. I completely disagree. الانهيار الاقتصادي مرتبط ارتباط مباشر بحزب الله، وحقول لك كيف. نحن مزبوط انه ما عندنا نموذج اقتصادي مثالي وما بده ومش بحاجه لتعديلات، لا نحن بحاجه لنقاش اقتصادي حقيقي حول دور ومعنى لبنان. انما هذا النموذج الاقتصادي بكل عثراته كان ممكن يكمل لولا أنه حزب الله هيمن على الدولة اللبنانية بشكل متصاعد من عام 2009، من عام 2010. يعني ما تنسي أنه حزب الله فوت لبنان مباشرة بالحرب السورية. أوكي؟ نحن سنة 2010 كان عنا بالسياحة عم تفوت 10 مليار دولار، وقت اللي فات على حرب اليمن ب 2015 بعد 5 سنين صارت السياحة عم تفوت 0 دولار. ليه نزلنا من 10 مليار لصفر؟ سببين. واحد انه السياحه تضررت لانه جزء من السياح بيجوا من البر من الشام على لبنان، والبر مضروب بسبب الثوره السوريه، انما نشفت بالكامل وقت اللي قرر المواطن الخليجي ما بقى يجي على البلد، وقررت الدول الخليجيه تمنع السائح يجي على البلد. نزلنا من 10 مليار ب 2010 لصفر ب 2015.
التبادل التجاري، الاستثمارات الأجنبية، اليوم السعودي والإماراتي والكويتي والقطري وكل الخلجان اللي كانوا بيحطوا بيضخوا استثمارات في لبنان وقفوا دخوا، وقفوا يشتروا أراضي، وقفوا يشتروا عقارات، وقفوا. حزب الله حمى منظومة الفساد بأهم قطاع، كل الحلفاء اللي تعاقبوا على وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة اللي هي أهم دفرسوار مفتوح بالموازنة اللبنانية وباحتياط لبنان من العملات الأجنبية. يعني ضربنا السياحة بمواقفه السياسية، ضربنا عملنا دفرسوار مالي بوزارة الطاقة بسبب حماية حلفائه من سنة 92 لليوم، ضربنا علاقات لبنان العربية وإمكانيات المساعدة أنه تجي حدا يحط عندك وديعة، حدا يحط كذا، وألغى المسافة اللي كانت قائمة بين بين الميليشيا وبين الدولة. هل كان في مسافة شبه وهمية بين الميليشيا وبين الدولة بس كانت قائمة، كانوا حريصين عليها، ما عادوا حريصين عليها من بعد الثورة السورية، أصبحت الميليشيا هي الدولة وعومل لبنان باعتباره دولة ميليشيا حزب الله، وعوقب على هذا الأساس وانهار على هذا الأساس. اليوم مش صحيح أنه حزب الله ما له علاقة بالسلاح أو سلاح حزب الله ما له علاقة بالأزمة الاقتصادية، سلاح حزب الله سنترل بالأزمة الاقتصادية. بقلك أكثر من هيك، رغم أنه نظامنا الاقتصادي منه مثالي كان بيقدر يكمل لولا وجود سلاح حزب الله وكل هذه المشاكل اللي ورطنا فيها. بس اليوم كانت تركيبة غلط، يعني اليوم اللي كان عم بيصير مع المصارف مع الدولة، يعني إلا ما كنت هتوصل للانهيار يعني. لكن يعني اللي كان عم بيصير كمان هون في كتير هون كمان كتير في نقاش اختزالي ومختصر. لبنان ما كان عم بيقدر يجيب كل هذه الأموال على القطاع المصرفي من العالم، ومش بس من اللبنانيين، لو صحيح. أنه القطاع المصرفي ما كان قطاع واعد أو ما كان قطاع كويس. يعني الرجل الأعمال الكويتي أو السعودي أو الإماراتي أو التركي أو الجزائري أو هو أفر اللي حط مصاري بلبنان، هذا منه أهبل، هذا ما عم بيحول مصاري على لبنان وعم بيحول عشرات الملايين وفي منهم بيئات الملايين، هو ما حولوا مصاري على لبنان لأنهم أغبياء وما بيعرفوا. لا، اللي حصل أنه 2016 عندما أجبر حزب الله كل اللبنانيين على القبول بميشيل عون رئيس جمهورية، أتينا بميشيل عون رئيس جمهورية، وكان حصل من بعد ميشيل عون مؤتمر سادر اللي كانت وظيفته وقت حاكم مصرف لبنان ببلغ الرئيس الحريري أنه أنا بقدر أشتري في الوقت سنة ونص 18 شهر لا تقدروا أنتوا تعملوا الإصلاحات اللي لازم تعملوها وتروحوا من بعدها على تفعيل سادر وتجيبوا هال 11-12 مليار دولار يغيروا المعادلة بالبلد. نحن كان عندنا حل ولا نزال عندنا حل، وأنا بالمقال حاكي أنه عندنا حل. للأسف ميشيل عون ضيع الوقت من 2016 لا اندلاع ثورة 2019 والـ the rest is history you know. لبنان عنده فرصة للحل، عنده فرصة للخلاص، والقرار بهذا الأمر قرار سياسي مش قرار اقتصادي. لبنان ما عنده أزمة اقتصادية وما عنده أزمة مالية، لبنان عنده أزمة سياسية أولا أنتجت أزمة اقتصادية وأنتجت أزمة مالية وأزمة نقدية فيما بعد. ايه بدنا نقاش بالنموذج الاقتصادي اكيد، ايه بدنا نقاش بكيف نحن بحكمة او عدم حكمة تثبيت سعر صرف الليرة، انما تثبيت سعر صرف الليرة خلى عائلتي انا ومئات الاف العائلات في لبنان اللي طالعين منهكين من الحرب الاهلية ان يعيدوا تكوين نفسهم كlower middle class or middle class. لولا تثبيت سعر الصرف ما انا ما كنت قدرت يمكن تعلمت، ولا اخواتي ولا مئات الاف العائلات في لبنان. ف ايه بدنا نقاش انه بدنا نعمل يوتيرن تاني هلا، فاين انا اي اجري وذ ذا، انما كل هذا النقاش يحتاج الى بلد طبيعي، والبلد الطبيعي هو بلد ما في ميليشيا اسمها ميليشيا حزب الله تأتمر باوامر قائد سياسي خارجي اجنبي وتحكم دوله في لبنان. مش انا اللي عم بقول هيك، هن اللي عم بيقولوا هيك، هن وقت اللي دستوري اصلا، هذا مش راي سياسي، هذا مبدأ، هذا تعرفة الدولة بالعالم 100%. يعني مش أنا عم بقول هيك، هني عم بيقولوا هيك، الإيرانيين بيقولوا في عنا 6 جيوش رح تدافع عنا including حزب الله. إعلام حزب الله وقت اللي فوت السيترنات المزود الإلهية على لبنان إعلامه طلع قال رائحة الزعفران. يا خي ليش الزعفران؟ ليه مش الأرز؟ ليه مش البابونج؟ ليه مش الزعتر؟
ليه مش اي شيء لبناني؟ لانه هن بال 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 بيسموها لفرويد فرويد سليب فرويدين سليب، هن معتبرين حالهم ايرانيه. سو سوري ما يخزوني اذا انا معتبرهم ايرانيه. نديم قتيش بدي اتشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا، وبدي وكمان نحط كمان رابط المقال تالناس تقريه وتشاركنا رأيها، وبدي اتشكرك وعلى امل نرجع نبني كلنا مع بعض بلد عن ضايع. مرسي ميشيل لك، وانا بقول لك انه اللي خلف ما مات، وانا مدين كثير لجبران تويني بجزء كبير من حياتي ومن ليش فتت على الصحافه وليش صرت هون، ولذلك بعتبر انه اي تفاعل مع جريده النهار ومعك ومع نايلة هو واجب علي، ورد كتير صغير، رد جميل كتير صغير لزلمة كتير بحبه هو جبران تويني الله يرحمه. وتانكيو لك على هالفرصة. مرسي لك نديم.